لاعب من الماضي أصبح في طي النسيان. يعتبر العقل المدبر ودينامو المنتخب الوطني. المنصب مراوغ وسط ميدان وصانع ألعاب قل نظيره. يمتاز بالسرعة وقصر القامة. يمتلك عين الصقر ودقة في التمرير. كلمات موجزة للغاية تحكي قصة ظاهرة قدمت شغفها لرفع راية المنتخب الجزائري عاليا في كل الظروف، فاستحقت بجدارة لقب مدلل الخضر، مدرعا بموهبة فذة لن تتكرر بسهولة. هل عرفتم عمن نتحدث؟ إنه كريم زياني. ولكن شوف، لازم نكونوا واقعيين. الانسان اللعب هذا تفورما، تكون وتربى وترعرع وعاش حياته، وعاش حياته زاد في فرنسا. من يعني الطبيعي انه يختار البلاد. معليش رفيق، شنو واحد اخرين جا كاين لي ديريكت تما البرومي شوا الجيري اللي شفت اللاعبين يلعبوا معاك. اسكو عندك كاين مثل، انا نعطيك مثل كريم زياني. اليبوك كنت في طروا، كان معنا في طروا، كان في ليجان، عيطوا له ليكيب دو جون تاع ليكيب دو فرونس، قال لهم نو، قال لهم انا نلعب امومبي. نو جو مي رابيل جافي 19 ans moi j'étais à 3 et pour moi il y avait pas de choix à faire. Pour moi c'était jouer pour l'équipe nationale d'Algérie. Ça a toujours été comme ça et voilà. Bah c'est sûr, même c'est sûr qu'on a, j'ai, on a été élevé d'une certaine manière où on oublie jamais notre pays. كأس إفريقيا 2004 والتي أقيمت بتونس كانت بمثابة الاختبار الحقيقي لكريم زياني مع كتيبة الخضر، ممزوج بطموح عال لتحقيق أولى ألقابه الدولية. اشتغل كريم كجناح أيمن وقدم مستويات رائعة ليساهم بشكل كبير في تأهل المنتخب إلى الدور الربع النهائي، وهذا بعد حصد 4 نقاط ضد كل من المنتخب الكاميروني والمنتخب المصري، ليشهد بعدها مباراة دراماتيكية ضد المنتخب المغربي والتي عرفت انقلاباً للنتيجة في آخر الدقائق، لتعلن بذلك نهاية رحلة كتيبة الخضر التي دخلت بعدها في دوامة أخرى من المشاكل. أنا نقول لك كذلك، ممكن الجمهور ما لازمش يغلب الجمهور، لأن اليوم كسب حاجة كبيرة، كسب فريق وطني. ما أن نقول أشياء في هذه المباراة، ولو أننا نتفق ونختلف على أشياء كثيرة جدا، نتفق على أن مستوى كرة القدم الجزائرية بعيد جدا عن المستوى المطلوب، نتفق على أن العمل لم يكتمل بعد على كل المستويات، نتفق بأنه لا تكفي مجموعة من اللاعبين لتشكيل منتخب، ولا تكفي نتائج معينة في نهائيات كأس أمم إفريقيا من أجل القول بأن الكرة الجزائرية عادت إلى المستوى. ليواصل بعدها كريم زياني رحلته الخاصة على مستوى الأندية بحثاً عن مجده الخاص، حيث انتقل إلى نادي لوريون القابع أنذاك في الدرجة الثانية الفرنسية ليلعب معهم لمدة موسمين، شارك خلالهما في 65 مباراة سجل فيها 8 أهداف. حاز بعدها على جائزة أفضل لاعب في الدرجة الثانية الفرنسية موسم 2005-2006، ليعود موسم 2006-2007 إلى ليغ أ من بوابة نادي إفسي سوشو تحت قيادة مدربه السابق ألان بيرين، أين تألق كريم بصورة لافتة وقدم أحد أجمل مواسمه الكروية، حيث شارك في 44 مباراة سجل فيها 9 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة ليساعد فريقه للوصول إلى نهائي كأس فرنسا. Attends.
Ziani, attention Ziani, l'égalisation. L'égalisation socialienne sur un mouvement magnifique encore initié par Alvaro Santos et conclu par Karim Ziani. Karim Ziani pour le frapper, le mini-mur avec Oruma et Samir Nasri, Pito. Attention à ce ballon. Ouais, oh, c'est pas possible. Oh, une tête arrière. Une tête arrière d'Afolabi. Cette saison pour Karim Ziani. Peut-être un septième, c'est fait, Sochaux mène 2-1. Retournement complet de situation. Le Stade Bonal. Oh, le Stade Bonal est en train d'exploser. Le Père Noël est passé. Quand on dit 18, Sochaux rigole, parce que Sochaux, ça fait 70 ans qu'ils n'ont pas gagné la Coupe de France. La seule qu'ils aient gagnée, c'était en 1937, et il reste encore un témoin vivant, monsieur Max Lehmann, qui est peut-être ce soir dans les tribunes du Stade de France. Et puis voilà, un gros souvenir. Comment vous voyez cette finale entre l'OM et Sochaux? Un peu comme l'a dit Xavier, je vois des buts aujourd'hui. Merci. Première réaction après cette signature donc avec l'Olympique de Marseille. Déjà c'est un grand soulagement parce que je suis très content de pouvoir rejoindre un grand club. Parce que je pense que ça a été
petit peu long. Et maintenant, je suis très content d'être là. كان انتقال كريم زياني إلى نادي مارسيليا بمثابة الإعلان عن تحد جديد، أين سيبدأ بكتابة فصل مختلف في مشواره الكروي. شعاره: سأنطلق باتجاه القمر، وحتى إن فشلت سأستقر بين النجوم.